هي مش من هؤلاء، هاي مش من هؤلاء الناس، ما يتصورش. يا مصيبة يا مصيبة، طاع الرجال سحرته والوال جالس اخبل، وانا ما حيلتي ما افعل. يما خاف يا الله. لا تعلمني كيف اخاف الله يا ولدي. استغفر الله، بس كيف اصدق ان عمتي حضية سحرت بي؟ وبعدها قولي هو مسحور ولا مجنون؟ انا والله ما تظهر لي ماله. مسحور ومجنون مالش يا حضية، هاي خرب حلالش ويعد مش حنجش ويرويني فيش أنا زالك. طيب طيب الحين قولي لي كيف استردتي أبي إلى البيت وهو ما بيرضاش كاي حافيني؟ وبعدين لقد شطينا نسير يوم على بيت عبد ماتي حضية. أنا سر لعنها بعد ما فعلت بناه الله لا قال. وبعده من قال لك سر جدي؟ لا تدي ولا شيء. اسمع، ها جر هذه العزيمة وقل لها تعلقها لابوك في يدها اليسرى على سبيت باخة، ورويها على سبتدرى ان احنا دارين. ناهي ناهي، ولا ما رضيتش تعلقها له ما نفعل. ولا عترضى ولا مش دارين الحاجة علي قد قلي وحذرني لا تعرف. وانت اوبه تشرب عندها قهوة ولا شي من يدها ولا من يد بنتها، بسر خلاصك. ناي ناي، وازيد ابسرها ولا اغمض عيوني؟ اي يهديك الله يا ولد، اليوم قدك رجال. اسمع، اوبه في يدها اليسرى. أسود ورأسها أبيض، ولا طري أبيض ورأس أسود. مسكينة من انعت الديك بدو ضلي أسود ولا أبيض. يا سعام الرأس هذا عيف ولا المشكلة؟ أو لك الكلام. أو 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 السلام عليكم يا بس. يا الله يا
فلت يدي فلت يدي. جالس لي بعد علي حظ وين ما سار بعده. اسمع يا ولدي عاد انت وجهها ما انتمش دارين ما هي الدنيا، وما مع الانسان الا طاعه الله والصالح. وعلي حمود مثل ابوه حمود نشوه العاقل دخلنا في داوي وهدى في قاعده وما قاعده، فلا هو الذي عمل قاعده ولا اسلم نفسه، وزد ضيعنا معه رهن الروضة يا محمد، رهن الروضة وذلعي، لا روضة ولا زلط ولا زواج. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو إن أحسن أما الحج حمود وهو سعادة هو وقع فيه ما وقع. يا هل علمي ما جنى لك يا حج حمود. كيفه بتقول سعال الخاي وبتسأل ما جننه ومنش داري؟ هو يا ولدي يشتي يخلف سلف الآباء ولا جدا أباه، هو ما كانش مقصدي يخلف عاية القرية، ما بالله كان يشتي يفعل الخير. سع ما جدي الله يرحمه كان يشتي يفعل خير خرج من قريته، وبعده من قريه لا قريه من قريه لا قريه، لو ما وقع ماضي وبعده لا لحد سأل عنه ولا على حق تربى خير. والحق حب النشوى هكذا يشتي يفعل خير جننوه. أياض هلك وماشي. إنا لله وإنا إليه راجعوا. عيهديك الله يا ولدي، بس عيهديك الله. مساء الخير يا عم حظية. مسات بالخير والعافية. كيف أنت وكيف فاطمة؟ نحمده ونشكره يا ولدي. كيف أنت وكيف أختي لطفية؟ الوالد بخير وابي كيف حاله؟ عيفكر بته وش فيها الذي خلقه. اشتي يا ولدي لبس الزنا نظيفة يخلص الوسخة، لكن ما استرناش راعينا تجي أنت وامك يمكن تستروا تلبسوا. ما شورش لو تخلى يزنع عنده في المقع ما دراش الله ويلبسها بنفسه. ما دراه يبني وما يلبسها بنفسه. بس بين أقول لا هداها الله. تحيني يا ولدي. أو نسيتني يا ولدي. فاطمة تحيني يا يما. ما تشتاي ايه حسكة ولا خوش علي. كثر خيرش يا عمي عاد أنا تقهويت. ماشي يا ولدي ما يقال لها بقهوة. عاد أنا تقهويت وبعدها يا عمي إن كثر القهوة هذا الأيام هو بيتعبني. كان ما بيش فيها شيء كان سرد عليها بنتي لبن. الصدق هو ما بيش أحسن من اللبن يا ولدي. يا عمي إن لا تعبش نفسك. أي تعب يا ولدي أنت في بيتك شرب يهنا. لا شاب يا كافي إنما لعمتي لطفي ما جتش لا عندنا أو هي مريضة ولا شيء. لا والله بخير بس قد اشتاري بالحالة. حيعافيها ويعاونها ويصبر قلبها ويبشرها بالحج حمو. الله يسمع مني شمع. عادي وحيدي يا بنتي وكوالها
صلي على النبي يا ولدي. علي ألف، بس كنت بين الذكرى لي. سلم الأمر يا بني لصاحب الأمر. ونعم بالله إن أمي أمس سارت لعند الحج علي وافتحت الكتاب، والحج علي ما قصر سبر له عزيمة. إذا هاتي يا ولدي. إذا العزيمة أنت يا فاطمة دخلي الحطب. من عيني يما. عيجعلها بركة وشفاء ودواء من صاحب البركة. آمين. بس اسمعي يا عمي، إن الحج عليه قال لا تعلقي العزيمة إلا بي تحت ذقنها ليسر. كيف يا أمي؟ ما يعلقوا العزائم إلا على اليمنى. يمن بركة يا ولدي. ماشي، الحج علي قال ما بلا اليسرى بي هو الجن هم نجسين. طريق صرفه طريق صرفه. شفت خبيرة على حوال ودي الفرس بعدي يا ناجي. هيا اتخلونا من التاوي والهداء، كل جمعة وحنا في ربش على عشا القرية. قطع عمي قاسم عندكم. طول عمرنا يا اصحابنا عرفنا عشا القرية على الحريوة، وخلف العادة عداوة يا اصحابنا. تسروا ما وقع بحبوذ نشوة. لو الله راضي على في عمله ما قدر جلس في الجباء ويدي في الحباء. بيقولوا انه جهل يوم دخل على بركتنا وهو نجس، وبيقولوا انه مخيا، ولا اللي دخلوا فيه عشرة، ولا كيف يا مبخوت؟ وانا ما علي هذا الحكم، او انا بين اجمع وافرق. ما على امك والحكم هذا. خلي يا عم سعيد يتحاكى وعنسأل بركتنا لو ما يخرج من الجامع. أنا اشتي مبخوت يقول لي كيف وقعت هذه الحكاية، وهو أول من نشر الخبر وكان بيقول إنهم بيقولوا. من هم هؤلاء مبخوت الذي يقولوا؟ ما هذا صدق يا محمد، كلهم بيقولوا. شي واحد منكم يا أصحابنا ما بيقولش ما قال مبخوت. هذا الزنديق زنديق. ماش وقت الذلحين يا عم سعيد، خلينا في عشا القرية. ما نجسش كل جمعة نعجن ولا في عشا القرية تحاكى يا قاسم. يا اصحابنا اي بنت تتزوج في القرية هي بنتنا كلنا وعارنا كلنا، وعشا القرية لا بد منه. الناس يفرحوا بالحري والحريوة ويدقوا الطاسة ويبترعوا، وبعدها يا اصحابنا الزواج شو مره في العمر. هيا عيجوا لنا ذا الحين يقلبوا لنا التاويه. والخلاصه يا قاسم؟ الخلاصه يا ولدي ان اي بنت تتزوج في القريه لا بد من راس بقر عشان القريه. ماشي، لا هي بنتنا ولا هي مننا. اللهم اغفر لي ولا اغفر. اللهم اغفر لي ولا اخي.
اللهم اغفر لي والاخي. اللهم اغفر لي والاخي. الناس يا بركتنا يشتوا يعرفوا ان رايكم في عادتنا وتقاليدنا في القريه، وما رايكم في عشاء القريه نبطله؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد كفى الله الحج حمود نجوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا الله. القواوة الضيق. وليش يا فاطمة؟ إلى هذه الساعة؟ أدي دفر ما. هو صدق يا فاطمة ما بنسمع؟ ما بتسمع، خير ما بتسمع. بتغلق باب البيت من بعد المغرب وتخلينا الحج حمود بين البرد طول الليل. إيه ما هذا صدق. ما هو؟ فاطمة مصلح وأمها يسبرين هذا العمل؟ أنت يا فاطمة وعمتي حظية؟ مع 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 فعلى سب من محنة الحج حمود؟ مش على سب ايش يا فاطمة؟ وكلام الناس يا محمد بتنسى؟ مش انت داري كيف بيخزقوا عرضنا؟ كلام الناس كلام الناس، بس انت دارية بنفسك يا فاطمة ودارية بامش، كيف هذا؟ ايه الناس الناس. وعمتي لطفية قالت الام سحرة الاب، والبنت والبنت شتي تخطف الولد، حسبش الله وامرش الى الله. انت جد فاطمة الصبورة، فاطمة الرحية، وانت مستقل ما بنلقاه قدو يهد الجبال، ما عيجي جهدنا واحنا مكالب. ولو يا فاطمة اصبرين اصبرين، لو ما تبان كذبة الجن على خيار ولا شراء، ولو ما يظهر السحر ويبان. بس يا محمد اي حين عيبان؟ كل شيء عيب. لكن بعد الظلام هتطلع الشمس. يا عيب تسوى القسم لطفية، بدل ما تقدر حظية الذي فتحت بيتها لحقها المجنون تقوم تحجرها لا تدخل عندها. وقضاك بصرت ان جلست في الحوش بين البرد مراعي لما تفتح لها حظية، والله لو قد قلبها من حجر ما تخليه بين البرد والمطر. جي جي يا حج حمد، شي شراب كدك عطاش؟ عطش عطش عطش. اجس اجس يا حج حمد اشرب. طريق صرفو طريق صرفو. أين المدستير؟ أخرج خرجت نفسك. أين المدستير؟
اخرج خرجت نفسك. من ما رفعت السلوبة؟ صلى على النبي، هذا بيت مبخوت. ها هو انت يا مبخوت، مالك ساير جاي لعندي؟ ما تشتي؟ انا اللي مكلف اديتوني. اين زوجك؟ اين مدستر؟ جالس مخبأ مه؟ والله والله لا ندي من صفار العر، ايه والله والله لا ندي من صفار العر. دريتها ماشي ولا كيف يا مبخوت؟ هيا انتم حيره الضو وانتم محجورين بحجر الله، تآذوني. اسمعي وخلي يا في اذنك، اذا ما عيش بنفسه لا عند قاسم عيرفضوا على عسكر من صنعاء من عند مولانا الامام. هي هي عسكر بقى من صنعاء، دريتي يوم ماشي. كيف يا مبخوت؟ فين اقول ما شرجع من صنعاء الا وقد بركتنا سبك الامور. في صنعاء كل شيء رجع مكانه، ولا عطقا متسدر سماع. ولا نقص وانت جالس مبورت لي، ولا والله فعلت ببورتك شي. انت تخلي محمد سعيد الماضي وعلي نشوان الملعون يجروا الناس بعدهم. قلنا لك مش وقت الدلحي، استرت بورات تجلس. اجلس يا قاسم. في بوردتك المصيبة، قلنا لك ما حق مع الناس إلا قال محمد سعيد الماضي كيف كان الجن خيار، قال كيف وقعوا أشرار في نشوى، وقال علي نشوان هو مجنون ولا مسحور. اليوم كلام وغطوة كلام ثاني يا بركتنا. والله والله لا اجعل ابره يؤرخ الناس به، وعد باقي الملعون الثاني. والله كبرتي ابن دباغ الجلود، وتشتي تعرف كيف يطلعوا الجنه. انا
عاد أوريك يا ماضي كيف أطلع الجن. هذا تتمشوا من حقكم يا بركتنا. يا مبخوت يا ناجي خذها اليك اليك جر عمر البوري لبركتنا بسرعة تحرك تحلك تمه. ما رجعت من صنعاء إلا وقت الطوارئ. أنا عاد أوريك يا ماضي كيف أطلع الجن. بس مش وقت الدلحن يا قاسم. لا لا هذا وقته اليوم قبل بكرة. ولا أنت مراعي لو ما يصدقوا أنا وبعد لا أنت ولا عشرة مثلك يستروا يرزوا. بركتنا قلنا لك اليوم كلام وغطوة بعد الكلام ثاني. تقول للم الناس بتردد أقوال الماضي. قل لك للم سعمل ما شنت داري. بركتنا ما عدش ما يشغل الناس. لو شي ما يشغلهم من عيفكر ولا من عيردت أقواله. قلنا لك اليوم كلام غطوة كلام ثاني يا بركتنا. اسخى قل لي منهم هول الناس. محمد سعيد الماضي. واحد الناس من عاد بغيره؟ هو علي حمود وفاطمة مصلح وامها حضية وغطوة فلان وعلان. ما يرضى بشولا كلهم يقعونه. قدرت بتنسى قوية بركتنا هذا الايام. اخ من ابن دباغ الجلوب. سلم مخرج اشتي تقول لي مولانا الزمام سبق الامور واحنا ولا شيء. بركتنا ما كتبه شلنا معك شويه امانه. بس يا قاسم ضاعت ولقيناها. ما هي الناس عينسوا الماضي وحكاية الماضي. ملك الجن. ملك الجن ما الملك الجن ما كيف مات ملك الجن؟ ما هو هذا الكلام حقك يا بركتنا؟ مات يا أخي أمر الله على الإنس والجن. كاشم ادعي لي مبخوت وناجي. مبخوت وناجي؟ ما تشتي منه؟ أول شيء قل لي وأنا شد عيوني.
ادعيهم اول وانت هتسمع. ادعيهم ادعيهم. ما لك تسمر يا مفخوت يا ناجي يا مفخوت يا ناجي. ادخلوا ادخلوا. عندك حجة هي فاطمة سيرة الله عليك يا علي. لا مجلس في بيتك. ميرضيش أخلي أبي بين المطار أنجحني مش على عين. ما ماشي من قال لك إنه يرضيني سير سير بيدة عند حضية على سب يمتحي الحرز سير عيرضى علي سريا طايع والدي. تجرب مني الجديدة أي عيني. يلا خدت فيه ما علي ما دام بركتنا موجود ازيد ويبارك من حقه يا علي. اي طول بعمره. رضاي علي شي يا بنتي اخري من الباب. ماشي يمه. وانت بتستقلي لي ما فعلت فينا مرته. خليها تجي تطوي بيتها. لا هي حالي جبه وخايفة عليه من سحرش. ما ذنبي يا بنتي مسكين عيموت من البرد. لا تخليني مدبي عليش. قطعيني لانتي تشتي بس خلي خارج. يا عم حضية افتحي. يا عم حضية فتو يابس من البر. اخري خسك عيني. ما قالوا ليش ما استرشافيش. افتحي انا علي حمو. أنا يا ابني جنب المنظر. كثر خيرش يا عمي. كنت أنا داري بقلب شطيب. حسبها الله يا ولدي. البيت بيتك يا عيبتي والكساء. بدو يابس من البرد. أنجز سنتها الجديدة. هذي هاي. اصبر بخرها تدفي. ماذا ما بيش حاكاش؟ ما ستري يا عمي. قدو ياب الساعة العودي. ما هو هذا؟ ما قد به يا ولدي. قصدرت يا عم حضية. القروش يا عم حضية. ما أكرمك يا رب. خلصوا لبس الزلة ثاني. ما شاء الله تبارك الله العظيم. لها الحمد المطر بيتجلى ليومه. بس ابي اتاخر. ادري للمهد
نحمده ونشكر يا ولدي كذا الناس هالك اي والله وابو قتل انه حيتاخر الليله ويمكن المطر تاخرت احفظها الباري لا الحمد ولا الشكر ده الحين يمه ده الوادي كله باص واحده تبارك الله امه اسمع اسمعي انا شا اشرب شي لا شي فرضه في الروضه ولا المسجد وانت دقيقه العشاء واشربي لو ما يبدا الواد وانا بعده على طول يا ولدي ما عليها الروضه في نفس الدنيا ريح ومطر لا تخرج اجلس لك وبس وما يقع لها ريح ومطر هي ريح على قريب العشاء ولا على شو اصبر هذا قد اجي ماشي يا ابني هذه مش رياح علق انا احذر منك اسمع يا ولد الليله ما بتخرج من البيت مني يا حاج اوحاك لك مره يا ولد ما مش بتخرج من البيت وهي ولا يا ابا ما على المخرج سيفه امشي لا شي فرقه في الروضه ولا المسجد يا ولد ما مش خرجه هيا اسمعوا قالوا الليله ذلك الجن مات صرفوا طرف والشياطين والجن فالجي وهذا الرياح علامتهم ما شاء الله ما شاء الله والخبر قال لك ذلك الجن مات من الذي قال لك يا رب لطفك يا رب لطفك كل هذا من سبايب هذا الزنديق الجن فالجي اللي أمره يا رب جني انا جني هو قال قزازه طف الريح طفت القزازه اللهم اني بريء من هذا الشيء تعالوا 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 تعالو